شاء الله هذه المثال باش كل الشباب اللي مديرون بهذا الشيء يعرفوا بان فيه الجزائر والسلطات والمجتمع الجزائري عندهم اهميه فيما يخص المصير نتاعهم، وحابين باش يمدوا لهم فرصه باش يتراجعوا ويولوا في المجتمع وياخذوا المكان نتاعهم في المجتمع. ومن خير من مولودية الجزائر، من اعظم انديه في الجزائر، ومن الانصار والمسيرين والرياضيين تاع مولودية الجزائر يقدروا يمدلوا مثال لهذا الشباب. انا اكيد بان بهذا المبادره وبعض من المبادرات ان شاء الله نتاع الانديه الاخرى يكون باب مفتوح لمصير الشباب هذول المتميزين. وانتم عارفين الدوله الجزائريه وعلى راسها رئيس الجمهوريه مهتمين بزاف بمصير الشباب. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.